اسأل عليها مين؟ دي ضايعة ملهاش حد. كده يا زينب، كده يا زينب، ما توحد الله يا اسطى، ما يمكن كل الظن ده يطلع غلط وترجع. هي ممكن ترجع؟ لو هترجع تاخد فلوسي وذهبي ليه؟ هي ممكن ترجع صلاح. ما ترد عليا يا صلاح، انت تقعد تسبح اليوم كله. استغفر الله العظيم، اتوب اليك يا رب العالمين. انا مش عارف النصايب بتحدف علينا من كل ناحيه كده ليه؟ ليه بس كده يا رب؟ ليه بس كده؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يعني ايه؟ طب والحجاب؟ والادب؟ والتقى؟ والصلاة دي خلتنا صلي يا صلاح. أنا بقيت أصلي وبطلت أبير. ليه يحصل معايا كل ده يا صلاح؟ وكل ده كان إيه يا صلاح؟ النصيب. كدب؟ النصيب. كانت بتشتغلني يا اسطى، ده ما عداش على نزولها ساعتين تلاتة. يعني استنى شوية. لا تستنى، ده ايه؟ ما تستنى. طب اعمل ايه؟ ما تعملش حاجة، انت دلوقتي حالا تروح القسم تقول لهم انها سرقت الذهب والفلوس. يلا بسرعة يا صلاح قبل الوقت ما يفوتنا. طيب ولما تسأل هي مين ومنين نقول لهم ايه؟ بقول لك ايه، اوعى اوعى تقول لهم ان احنا عملنا لها بطاقه وشهاده ميلاد بالاسم اللي هي قالت عليه. اوعى، لنروح كلنا في داهيه. انت هو ده اللي شاغل بالك يا صلاح؟ اه. نقول لهم ايه؟ ما احنا مش ناقصين نصايب على النصيبه اللي احنا فيها ده. هي ممكن ما يطلعش اسمها زينب اصلا؟ الغريبه اللي ما كانش باين عليها. لا 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 لا، أنا في كابوس. ده كابوس، ده مش حقيقي. ليه كده يا زينب؟ ليه يا زينب؟ أنا عملتلك إيه؟ لطف بيه يا رب. ده ما انه اتجنن يا عم صلاح. الطف بيه يا رب، ربنا يلطف بيه. بقى دي اخرة المعروف اللي احنا عملناها معانا؟ اترد علينا كده بشر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ينجينا من الدنيا الظلمة دي، من الناس الظلمة دول. لا حول ولا قوة الا بالله. مش هترجع يا صلاح. مش هترجع. خدتها معايا. هي خدت ايه تاني غير الدهب والفلوس؟ الحرباية. خد يا بت وكراسي. بس بس تعالي. بالامانه يا فتون، الموضوع اللي انت جايه فيه الرضا دغري؟ اسم الله على مهامك يا اختي. يا بت يكونش جوزك ده مدرس جغرافيا؟ ده انا الشاي. والحمد لله ربنا اكرمني وتابع لي وقدرت اخليه ينزل يشتغل سواق على التوك توك، وربنا يبعده عن السكه الغلط. بسم الله ما شاء الله. لا يا اختي ما تخافيش، السكه صح. خدي بقى ما تقرفينيش. خدي. هو الواد ده اسمه عاصم؟ لا، عصام. يا اختي معلش بنسى. والمحروسه دي اسمها ايه؟ شاهيناز. انا هروح ارد على الواد. أمك عواطف وأبوكي رضا.
واسمك شاهيناز. ده ايه ده؟ ده كويسه؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، انا خدت رقم الموتوسيكل وهتصل بالبوليس. ايه ده؟ هي ما بتتكلمش ولا دي الصدمه دي ولا؟ تعالي تعالي اركبي معايا، ما تخافيش يا حبيبتي. تعالي 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 اركبي اركبي. طيب اركبي ما تخافيش. خش يا حبيبتي خش، ما تخافيش ما تخافيش. اطلع اطلع. والله انا ما افتكرت فتوه مين اللي انت بتكلميني عليها في التليفون، بس قعدت تفكرني بقى فتون وعسليه وبلاء، وانا بقى على ما جمعت. ازيك يا فتون؟ حلو. انا بعمل لك القهوه اهو، واعملي لي معاكي شويه شاي كده في الخمسين. نعناية. حاضر. خد يا رضا، انا معايا بودره هروي. قومي خشي ربط الميه وانا هدير عليكي. افهم يا راجل، انا معايا كميه عايزه اصرفها، تعرف حد يشتري وتبقى مالي ايدك منه؟ لا لا بلاش الخطفه دي، راحه واحده واحده. رسيني على الدور. اخلص. عندك حد يشتري؟ على فكره انا هديك نسبه، والنسبه هتبقى كبيره، دول 3 كيلو. بودرة بجد ولا فلوروست على روفو؟ طيب يا راجل انت، بودرة نمرة واحد، اصطف بشوات. بس لو سألوني طالعة منين، ما برضو كمية، ولازم تقولي انت جبتهم منين. من سوق الجمعة. عندك حد يشتري؟ ده بيع وشراء. عندي. هي فتون عايزه منك ايه؟ ابدا. هتعوزي ايه؟ كل خير ان شاء الله. سرقت مني 400 جرام ذهب. 400 جرام ذهب؟ و 45,000 جنيه. يعني انت متجوزها وما تعرفش عنها اي حاجه؟ مش غريبه الحكايه دي شويه يا استاذ محروس؟ يعني واحده اتعرفت عليها ودخلتها بيتك واتجوزتها وعرفتها فلوسك فين؟ وريتها الدهب اللي عندك، كل ده في شهرين ثلاثة؟ أمر الله سعد، هو ده اللي حصل. طيب ما تعاركتوش مع بعض؟ ما شتمتهاش؟ ما مديتش إيدك عليها؟ أبدا. ما شفتهاش بتكلم حد في التليفون؟ جالها رسالة كده ولا كده؟ نزلت وتأخرت في يوم؟ هي لما كانت قاعدة معانا مدة الثلاث شهور دول مخرجتش بره البيت، وقبليها كان مقفول عليها الباب بتاع المكتب. قبل كده بقى ما نعرفش عنها حاجة. أنا لما عرفتها ما كانش معاها ورق، كانت بتقول إن الورق بتاعها اتحرق في البيت بتاعهم في مصر،
معرفش بقى الحكاية دي كذب ولا تأليف. وانت صدقت وعادي كده؟ في حد يعمل كده يا محروس؟ أنا عارف إني سلمتها لعبتي يا باشا. أنا عارف. معاك صورة ليها؟ صورة، صورة. آه. معايا. هات يا محروس. هات. هات يا محروس الله يحرسك. لو شفتيها بعد ما اتسرقت كان حالتها تصعب على الكافر. يا عيني ده ايه الحظ الاسود ده؟ ودي اسمها ايه بقى؟ اسمها لبنى يا ابني. طب يا لبنى الورق بتاعك. الورق. ايه؟ خش خش. الورق بتاعك، الورق كان في الشنطة اللي اتسرقت. يا ابني يا ابني بتسمع ما تشغلهاش وبتكتب كمان. احنا عرفنا حكايتها كلها بالكتاب. اربع ساعات بتكتب لكم؟ يا ابني ده حالتها تصعب على الكافر. اهلها كلهم ماتوا في ليبيا ورجعت بالهدوم اللي عليها، حتى فلوسها وورقها اتسرقوا. تصور بقى واحده غايبه عن مصر 15 سنه واول ما ترجع تتسرق. اهو ده بقى الحظ الاسود. الحظ الاسود. اه ده حظنا احنا الاسود. طب ودي جايبينها معاكوا ليه؟ اتلم. والله العظيم بتكلم بجد، جايبينها معاكوا ليه؟ طارق وانا قلت حاجه يا ابني؟ الظروف خلتنا ما ينفعش نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها تتبهدل. ايه ايه قولي لي عايزه ايه؟ عايز تقولي حاجه؟ عايز تكتبي؟ طب استني ثانيه واحده. اوعى اوعى حدي. اتفضلي. خدي يا حبيبتي اكتبي. أنا مش خارصة. إيه ده؟ دي طلعت مش خارصة؟ اهدي عليها شوية. أنا كنت بتكلم. أنا جاية أدور على عمي، هو ساكن هنا في المنيا وده الوحيد اللي فاضل من عيلتي. أيوة وعمك ده ساكن فين؟ مش فاكرة كان ساكن فين. هو بيته كان قديم وشارع واسع. لا سهلة والله اطمنت عليكم. المهم طب اسمه ايه؟ اسمه عبد الرحمن احمد محمد المنياوي. بس خلاص ما تقلقيش ان شاء الله هجيب لك عمك. طيب
اسيبكم انا بقى بما انكم جبتوا حاجه تسلوا بيها. هتستنى يا ابني تتعشى معانا؟ عايزه مني ايه المطور؟ وبعدها ما رحتش الشركه النهارده طول النهار في المطعم. وبعدين انت عندك لبنى اهي، طبطبي عليها بقى ودلعيها، اقعدي فكري بقى هتلاقوا عمها ده فين؟ جاي معايا على الطريق؟ لا 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 روح انت، انا عندي مشوار كده هحصلك. سلام انا. معلش حبيبتي ما تزعليش منه، هو طارق كده طول عمره مدب، بس والله طيب قوي. معلش ما تزعليش. ما بدل الرغي ده خديها تغسل وشها وتفوق كده لغايه ما نحضر العشاء. يلا يلا تعالي معايا. اتفضلي. حاسس كده ان ربنا حطها في سكتنا عشان ما تتبهدلش البنت في الشوارع. ربنا يكرمك ويجازيك على طيبة قلبك. مطرد تمرد هربت صح؟ الله الله، ودي عرفت منين؟ لسه قايلين لي فوت ما اسمهاش زينه ومن بولاع سرقتك؟ خدت تحويشه عمره. كام يعني؟ خدت ذهب وفلوس يجي بربع مليون جنيه. اديني 5000 جنيه وانا اقول لك كل حاجه عنها. ايه ايه 5000 بتوع ايه؟ ماشي ايه ماشي صلاح ماشي ماشي هديهم لك، بس قولي لي هي مين وعملت فيها كده ليه؟ اسمها صالية سعيد، وكانت متجوزاك وهي عزيمة راجل تاني اسمه راشد الغول قتل قتلة. ايه ده؟ لا يا صلاح لا لا لا، الست دي كدابة صلاح. والله العظيم كدابة. اقعد اقعد اما تشوف انت بتقول اي كلام. اقعد يا عم. لا يا عم اقعد. مش عم انا متجوزها بنت بنوت، كانت متجوزة ازاي؟ استنى بس ما نشوف وراها ايه. ايه ده انت هتشتغليني؟ جرى يا اسطى محروس؟ ده بيشتروه دلوقتي من الصيدليات وفي منه اصلي وصيني. بسم الله. هو ده هو ايه ده صلاح اللي في منه اصلي وصيني؟ للاسف اللي انت وقعت فيه يا اخويا. الشرف اسم الله على مهامك. الشرف اسم الله على مقامك. استغفر الله العظيم. مين اللي انتوا كنتوا مجوزاه لي ده يا صلاح؟ استغفر الله العظيم. مين بنت الكلب دي؟ استغفر الله العظيم. مين اللي بعتها دي؟ استغفر الله العظيم. ايه اللي بيحصل فيا ده؟ استغفر الله العظيم. بقول لك ايه؟ قولي لي هي فين وهديكي كل اللي انت عاوزاه. هي فين؟ ده الفيلم الهندي اللي انت عملته على مراتك ده خسار ايه وتماثيل ايه الكلام ده؟ ما لو عواطف عرفت ان المصلحه مخدرات يعني مش هتسيبنا في حالنا.
عشان كده فضل الطول الليل أرغل أرغل أرغل، ما نامتش ما ارتحتش إلا ما قلت لها الكلام ده عشان تاخد العيال وتمشي. ما أنا عارفة يا أخويا، ما أنا كنت مريحة على الكنب وسامعة الزعيق والزنة لحد الفجر. ما سكتتش إلا ما قلت لها أنا عملت في الموضوع ده 100,000 جنيه. وسعت منك دي. إلا قول لي يا رضا، هو التاجر اللي أنت جايبه يشتري أنت مالي إيدك منه؟ يعني تعرفه من زمان؟ لا معرفوش، ده ما جايب الواد ناشد صاحبي، بس الواد ناشد صاحبي ده أنا أضمنه برقبتي. رضا أنا عايزك تبقى ضهري، يعني الدفع فوري، البقع على راس الميت، ياخدوا البضاعة يدونا فلوسنا ماشي؟ تمام، بس قولي لي فتون، يعني هي البضاعة دي قريبة منك يعني؟ يعني ربما يعني الراجل يحب يطلع عليها. يا أخويا البضاعة قريبة تحت ايدي. صباح الفل يا رجاله. اهلا يا حبيبي. بقول لك ايه يا برنس والنبي؟ امرنا امر لله. انا مش معايا سجاير. طب وانت عايزني اعمل لك ايه؟ يعني ابعت هات لي سجاير. ده أول كشك بعد 15 كيلو. كلم المعلم يجيب لك. طب ما تجيب سيجارة. أو سيجارة؟ يا ريت. عينيا. ربنا يكرمك. رجالة والله العظيم. تسلم. آخر واحدة. في ايه بس؟ انت عايزه تخرجي؟ عايزه تجيبي حاجه يعني من بره ولا عايزه تروحي لعمك؟ في ايه؟ انا مش فاهمه. طب اكتبي. تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي اقعدي جنبي، تعالي اقعدي. في ايه؟ قولي لي. انا مش فاهمه. طب بصي خدي خدي اكتبي لي. انا ضايقتكم كفايه بقى، لازم امشي. ضايقتينا ايه بس؟ ما البيت واسع هو الحمد لله. وبعدين انتي لو مشيتي هتروحي فين؟ هدور على شغل اكسب منه فلوس اعيش بيه لحد ما الاقي عمي. هو انتي مش عايزه تقعدي معانا؟ انتوا ناس طيبين قوي، اكرمتوني، كفايه عليكم كده. بصي بقى، هي كلمه واحده، انتي هتفضلي قاعده هنا معانا ومش هنسيبك الا لما نطمن عليكي. امسكي، مفيش الكلام ده، امسكي خليهم معاكي، خدي اسمعي الكلام، اسمعي الكلام خليهم معاكي. لا خليهم كلهم كلهم معاكي، كلهم معاكي يا حبيبتي. طب اقول لك ايه يا ماما بقى، انا هاخد لبنى ونروح كده نشتري شويه حاجات وممكن نعدي على بابا في المطعم، ايه رايك؟ فكره حلوه، انا شايفه كده برضو. انتي اخرجي معاها اتفسحي وغيري جو. خلاص يا حبيبتي؟ انا هطلع اغير وانزل اخدها على طول. ماشي.
بتشويش وبالراحة بالراحة اشتري ما تدعيش. حاضر يا اخوي حاضر. ادخل يا ناشم. اتفضل يا معلم. الست فتون. ازيك يا فتون؟ ازيك يا ابو هناء؟ يا مرحب يا مرحب. الدنيا دي ضيقه قوي. الله، ده انتوا طلعتوا معرفه بقى. معرفه قديمه وجيره وجوزها كان حبيبي. يعني كده الكلام بقى مش محتاج كباري. اخلع انت يا ناشي. اخلع؟ مصلحتي عند مين يا معلم؟ عندي. يا صاحبي، ما انا زيي زيك. لا انت مش زيك زي اي حد. انت قريبي. وانا ببيتك. في حمايتك. اقعد. الله 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 الله، ايه يا ست الكل؟ الله، هو احنا جايين نتعارك مع بعض ولا ايه؟ أنا قهوتي على الريحة. قوم اعمل له القهوة. عارفة يا ست الكل، أنا آخر مرة شفتك إمتى؟ لما كنت بترقصي في الكباريه. بصراحة كده أنا اتكيفت منك. زينب. زوزو. انت فين يا قطتي؟ حاجة زينب. نزلتي؟ زينب. 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 Thank you.
استغفر الله العظيم. ليه؟ استغفر الله العظيم. ازاي؟ استغفر. استغفرك. طب اسال عليها مين؟ دي ضايعه ملهاش حد. كده يا زينب. كده يا زينب. اتوحد الله يا اسطى. ما يمكن كل الظن ده يطلع غلط وترجع. هي ممكن ترجع. لو هترجع تاخد فلوسي وذهبي ليه؟ هي ممكن ترجع يا صلاح. استغفر الله العظيم. ما ترد عليا يا صلاح، انت تقعد تسبح اليوم كله. استغفر الله العظيم. اتوب اليك يا رب العالمين. ليه مش عارف النصايح بتحدف علينا من كل ناحيه كده ليه؟ ليه بس كده يا رب؟ ليه بس كده؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. يعني ايه؟ طب والحجاب؟ والادب والتقى والصلاه دي خلتنا صلي يا صلاح. انا بقيت اصلي وبطلت ابير. ليه يحصل معايا كل ده يا صلاح؟ وكل ده كان ايه يا صلاح؟ نصيب. كدب. النصيب. كانت بتشتغلني يا اسطى. ده ما عداش على نزولها ساعتين ثلاثه. يعني استنى شويه. لا تستنى. ده ايه؟ ما تستنى. طب اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه. انت دلوقتي حالا تروح القسم تقول لهم انها سرقت الذهب والفلوس. يلا بسرعه يا صلاح قبل الوقت ما يفوتنا. طيب ولما تسال هي مين ومنين نقول لهم ايه؟ بقول لك ايه، اوعى اوعى تقول لهم ان احنا عملنا لها بطاقه او شهاده ميلاد بالاسم اللي هي قالت عليه. اوعى لنروح كلنا في داهيه. انت هو ده اللي شاغل بالك يا صلاح؟ اه. نقول لهم ايه؟ ما احنا مش ناقصين نصايب على النصيبه اللي احنا فيها ده. هي ممكن ما يطلعش اسمها زينب اصلا. الغريبه اللي ما كانش باين عليها. لا 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 لا، انا في كابوس. ده كابوس. ده مش حقيقي. ليه كده يا زينب؟ ليه يا زينب؟ انا عملت لك ايه؟ لطف بيه يا رب. ده بينه اتجنن يا عم صلاح. الطف بيه يا رب، ربنا يلطف بيه. بقى دي اخرة المعروف اللي احنا عملناها معانا؟ اترد علينا كده بشر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ينجينا من الدنيا الظلمة دي، من الناس الظلمة دول. لا حول ولا قوة الا بالله. مش هترجع يا صلاح. مش هترجع. خدتها معايا. هي خدت ايه تاني غير الذهب والفلوس؟ الحرباية. خد يا بت وخرسي. بس بس تعالي. بالامانه يا فتون، الموضوع اللي انت جايه فيه الرضا دغري؟ اسم الله على مقامك يا اختي. يا بت يكونش جوزك ده مدرس جغرافيا؟ ده انا الشاب. والحمد لله ربنا اكرمني وتابع لي وقدرت اخليه ينزل يشتغل سواق على التوك توك، وربنا يبعده عن السكه الغلط. بسم الله ما شاء الله. لا يا اختي ما تخافيش، السكه صح. خدي بقى ما تقرفينيش. خدي. هو الواد ده اسمه عاصم؟ لا عصام. اه يا اختي معلش بنسى. والمحروسه دي اسمها ايه؟ شاهيناز. انا هروح ارد على الواد. امك عواطف وابوكي رضا واسمك شاهيناز. ده ايه ده؟ ده
في ايه؟ ايه يا بنتي؟ خير خير؟ انت كويسه؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، انا خدت رقم الموتوسيكل وهتصل بالبوليس. اه ايه ده؟ هي ما بتتكلمش ولا دي الصدمه دي ولا؟ طب تعالي تعالي اركبي معايا، ما تخافيش يا حبيبتي، تعالي تعالي اركبي اركبي. طيب اركبي ما تخافيش. خشي يا حبيبتي خشي، ما تخافيش ما تخافيش. اطلع اطلع. والله والله انا ما افتكرت فتوه مين اللي انت بتكلمين عليها في التليفون، بس قعدت تفكرني بقى فتون وعسليه وبلاء، وانا بقى على ما جمعت. ازيك يا فتون؟ حلو. انا بعمل لك القهوه اهو، واعملي لي معاكي شويه شاي كده في الخمسين. نعناية. حاضر. خد يا رضا، انا معايا بودره هروي. طب قومي خشي روط الميه وانا هدير عليكي. افهم يا راجل، انا معايا كميه عايزه اصرفها، تعرف حد يشتري وتبقى مالي ايدك منه؟ لا لا بلاش الخطفه دي، راحة واحده واحده، رسيني على الطول. اخلص. عندك حد يشتري؟ على فكره انا هديك نسبه، والنسبه هتبقى كبيره، دول 3 كيلو بودره بجد ولا فلوروست على روفو؟ طيب يا راجل انت، بودره نمره 1 اصطف بشوات. اه بس لو سألوني طالعة منين، ما برضو كمية، ولازم تقولي انت جبتهم منين. من سوق الجمعة. عندك حد يشتري؟ ده بيع وشراء. عندي. هي فتون عايزة منك ايه؟ ابدا. هتعوزي ايه؟ كل خير ان شاء الله. سرقت مني 400 جرام ذهب. 400 جرام ذهب؟ و45,000 جنيه. يعني انت متجوزها وما تعرفش عنها اي حاجه؟ مش غريبه الحكايه دي شويه يا استاذ محروس؟ يعني واحده اتعرفت عليها ودخلتها بيتك واتجوزتها وعرفتها فلوسك فين ووريتها الذهب اللي عندك، كل ده في شهرين ثلاثه؟ امر الله سعد، هو ده اللي حصل. طيب ما تعاركتوش مع بعض؟ ما شتمتهاش؟ ما مديتش ايدك عليها؟ ابدا. ما شفتهاش بتكلم حد في التليفون؟ جالها رساله كده ولا كده؟ نزلت وتاخرت في يوم؟ هي لما كانت قاعده معانا في مده الثلاث شهور دول ما خرجتش بره البيت، وقبليها كان مقفول عليها الباب بتاع المكتب. قبل كده بقى ما نعرفش عنها حاجه. أنا لما عرفتها ما كانش معاها ورق، كانت بتقول إن الورق بتاعها اتحرق في البيت بتاعهم في مصر. معرفش بقى الحكاية دي كذب ولا تأليف. وأنت صدقت وعادي كده؟ في حد يعمل كده يا محروس؟ أنا عارف إني سلمتها رقبتي يا باشا. أنا عارف. معاك صورة ليها؟ صورة صورة. آه معايا. هات يا محروس، هات هات يا محروس، الله يحرسك. ربنا يفرح قلبك ويقدر من مساعدك.
اسمك ايه بقى غير محروس؟ روسة. محروس كده احلى واروع، مش عاجبني روسة ده.